عند السادسة مساء أقدم على قتل زوجته. عندما تقطع صلة الرحم، أبي قتل أختي أوصف 21 سنة. خي الكبير قتل خي الصغير، حاول يقتلنا. بنت أختي. مين قتلها؟ والدها. جرائم عائلية مروعة ستهز الرأي العام. فصل الرأس عن الجسد نص متر. فيصبح الأب والأم قاتلين، ويتحول الزوج والابن. بتوافق انه بيك يقتل اختك بهالطريقه؟ ايه. الى مجرمين. لبس الطب لابوه بنفي. عندما تمزق روابط الدم، ما كملت الاربع سنوات، وتقع ابشع الجرائم. اختي ماتت وما بقت ترجع. العائله. اي مظلوم. احمر بالخط العريض مع مالك مكتبي، الاربعاء 9:30 المساء على LBC International.